رجعنا لكم مرة تانية بنتكلم عن حاجة تهيالي مهمة جدا بالنسبة لكل الستات. انا شخصيا من ساعة ما احنا قعدنا هنا انا والدكتورة ما بطلتش اسئلة، بس خلاص بقى اضطريت، يعني كانت اسئلة شخصية صراحة، لازم بقى ارجع اتكلم تاني علشان نفيد كل الستات اللي بيتابعونا النهاردة. النهاردة معانا دكتورة رانيا سيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي والتجميل، وهنتكلم عن مشاكل البشرة وخاصة في الظروف الصعبة اللي احنا بنعيشها. احنا داخلين على فصل التراب اللي هو الربيع سابقا. اهلا بيك يا دكتورة، منورانا. اهلا بيك يا جميل. الربيع في كل حته في العالم بيبقى ورد، يعني مش في العالم قوي، يعني في دول شبهنا شويه، بس عندنا في مصر بقى انت عارفه فعلا بيبقى شهر التراب. هل احنا من الناس اللي يعني البشره المصريه بشكل عام قوه تحملها عاليه وبتقدر تواجه، ولا الاغلب في الشهر في يعني الفتره دي بيجي لها مشاكل؟ لا بصي، هو اصلا حساسيه الجلد والتهاب الجلد على فكره من الحاجات اللي مشهورة انها تحصل في فصل الربيع. يعني انه طبعا مع التراب والعرق والحاجات دي بيبقى ممكن المسام وهي متفتحة برضو، ده يعمل بثور تحت الجلد، يعمل سويد، يعمل عارفة تحسي ان البشرة مفيهاش نضارة، ارهاق في البشرة. يعني انت بتقولي انه لازم في الفتره دي يبقى في معامله خاصه للبشره غير طبعا. كل اللي طبعا لما تبقي نازله في جو فيه تراب او شمس جامده، شمس تراب مع بعض، شمس بقى او تراب، طبعا لازم تبقي واخده احتياطاتك عن لما تبقي نازله في جو عادي او جو حلو. ايه بقى الاحتياطات اللي احنا مفروض نعملها؟ الديلي روتين زي ما الديلي روتين طبعا لازم البشره تتغسل بغسول، بعد الميك اب برده يبقى فيه غسول تنظيف للبشره، كريمات مرطبة بالليل للبشرة الجافة، لو بشرة دهنية يفضل برضو الاهتمام برضو بغسول يكون مخصص للبشرة الدهنية، وليمون. لا احنا كنا لسه عندنا اخبار عن الليمون في المقدمه بتاعتنا، بس هو الليمون ازاي استخدامه؟ لان انا تخيلت ان لو جبنا نص الليمون وعملنا بيها كده ممكن الناس تعمل لها التهابات، ولا بتدخل بقى في قصه ثانيه؟ لا بصي، هي على حسب نوع البشره، يعني اذا هي بشره دهنيه ممكن نكتفي بالليمون ومش هنعملها اي حاجه، لان هو هيعادل الدهون بتاعه البشره. لكن لو هي بشره جافه بنعمل بقى بنعمل خلطه كده، بتعملي زبادي ونقطه زيت زيتون ومعاها بقى نقطه الليمون. الليمون هنا هيبقى بغرض التفتيح. مع زيت الزيتون والزبادي هيرطب البشره. دكتورة انت بتفضلي المنتجات الطبية؟ يعني احنا بتقولي انت بس بتحطي كريم ليلي، كريم نهاري، سان بلوك طبعا دايما بتوصلونا بيه، طبعا طبعا، بس في حاجات منها بتبقى طبية، يعني انتوا بتكتبوها يعني حاجات كيميكال او حاجات ليها علاقة بالعلاجية، وفي حاجات بقى انت عارفة الماركات البراندز ما اقدرش اقول اسمها، بس حاجات اللي هي التجميلية المعروفة. يعني فعلا الفعالية بتاعت الاثنين مشابهة ولا لا؟ ده حاجة وده حاجة. بصي، هي البشره بتحتاج كير، يعني كير محتاجه ان انت تبقي بتراعيها وبتهتمي بيها. بصي بقى، هتستخدمي كريمات يعني يفضل تكون حاجه ليها اسم طبي وليها فايده طبيه، يعني احسن من الحاجات اللي هي الحاجات اللي هي تبقى تجاريه شويه او كده، لان احنا ما بنبقاش عارفين التركيب ايه بالظبط، يعني الانجريدينت اللي جوه الدواء ده ده ايه بالظبط. مهما كان اسمها براند وكبير وماركه معروفه، لا انت بتفضلي الحاجات اللي بتبقى من الصيدليه، او يعني طبعا الصيدليه دلوقتي بتبيع كوزماتكس بس تقصدي الحاجات الطبيه اكتر. وطبعا كل ما نمشي طبعا، بصي انا بميل للطبيعه حتى في العلاج عندنا بتاع البشره، برضو انا بميل انه يعني احنا مثلا الواحد عارفه يبقى شكلك ما هواش زي ما كنا بنتكلم، ما يبقاش الواحد شكله فيك اللي هو كل حاجه. الكلام ده اللي كنا بنساله بقى قبل انا هقول لكم، انا كنت بقى السؤال ده برضه ممكن يهمني ناس كتير. انا كنت بقول للدكتوره انه انا بشوف الناس اللي انا عمري في حياتي ما شفتهم قبل كده وعاملين عمليات تجميل، يعني عاملين فيلرز او الباتوكس او الحاجات دي كلها، بعرف انهم عاملين شكلهم غريب. بس انا عارفه ان مجال الطب التجميلي اتطور قوي لدرجه ان انتوا بتقولوا لا احنا ممكن نعمل حاجات بسيطه جدا ما يبانش فيها انه الشخص ده عامل حاجه، او يعني السيده بالظبط. احنا دلوقتي عندنا حاجات حديثه، اجهزه بقى حديثه. بصي، هو الفيلر والبوتوكس وكده اوكي وبنشتغلهم وموجودين، بس انا بتكلم ان انت
مش بتزودي حاجه اوفر على البشره او يبقى شكلك فيك. الميزه ان انت بتقدري توصلي خلايا الجلد العميقه وبتقدري تحفزي انتاج الكولاجين من اول وجديد. فاللي هو انت شكلك بيبقى صغير وانت مش فيك, مش شكلك مش مصطنع. ايوه مش مصطنع, شكلك حقيقي لو انت فعلا صغرتي. اللي هو عارفه يعني مثلا الناس بعد ما تخلص الجلسات هو بعد كده بتبقى علاقه صداقه يعني. لا تحس ان ده نفس بصي ما ده كل الستات في الحقيقه يعني يداروا العيوب. وخلينا نرجع تاني لفصل الخريف, بيزود الرينكلز اللي هي التجاعيد وبيزود النشفان بتاع البشره. بصي احنا هنقدر نقول هيعمل بسور الربيع خريف. بصي انا عارفه دماغي كلها في الترافه الربيع اللي احنا خلينا عليها. بصي ممكن نقول حبوب, ممكن نقول عارفه اللي هو اسمرار في الجلد, ممكن نقول صبغه, ممكن نقول جفاف في الجلد. بس الرينكلز لا, مش هيبقى سببها فصل الربيع. الرينكلز دي حاجه مع تقدم العمر, مع حركات العضلات اللي نظرها ضعيف بتعمل على تعمل كده, او حد طول الوقت بيكشر, او حد يعني فاهماني ليها علاقه باللي هو اجهاد العضلات دي وكده. طب ما تكشروش, اضحكوا بقى. اضحكوا. ايمان معانا على تليفون. ايمان الو. الو, اهلا بيكي. طبعا اتفضلي دكتوره معاكي. كنت عايزه اسال الدكتوره, انا عندي 18 سنه كده وفي بكده بتطلع. عندها 18 سنه. علي صوتك يا ايمان لو سمحتي. انا عندي 18 سنه وكده وفي بكده بتطلع كده, وانا بحط ميك اب وانا رايحه الجامعه وكده. ميك اب خفيف فاونديشن كده وتحتيه كريم. قلت لها ايه طريقه الميك اب كده صح ولا لا؟ انت بتحطي ايه الاول؟ طب هقول لك. حاضر هقول لك. ايه المشاكل اللي بتظهر على بشرتك لما بتعملي كده كتير؟ بصور سود. البصور حد كده بس كده بحط مرطب بعد كده فاونديشن. ما بتعمليش اي حاجه تانية؟ بتشيل الميك اب ازاي طيب؟ بغسل اول مراحل بغسل. تمام. هتسالي حاجه ولا خلاص؟ لا لا خلاص. شكرا ايمان. دكتوره رانيا ترد عليكي. بصي هي البثور السوداء دي معناها ان هي تبقى حاطه الميك اب وبتعرق. والمسام طبعا متفتحه مع التراب فبتقوم مقفوله. لا تراب ومدخلاها. فتقوم عامله البثور السوداء. فطبعا لازم تنظيف البشره كويس قبل الميك اب, وبعدين هتحط سان بلوك وتستنى لما ينشف خالص, وبعد كده تبدا تحط الايه الميك اب بتاعها زي ما هي عايزه. اذا هي في الجامعه بقى المكان فيه تراب, افضل ان انت تغسلي وشك وتداري بس الاماكن اللي فيها مشكله, ومش لازم فاونديشن وباودر وكده لو انت تروحي مكان فيه تراب. والله يعني نفسي البنات اصلا اللي في الجامعه ما يحطوش ميك اب اصلا, لانه فعلا الميك اب ده مع الوقت بيعجز بدري يعني. لان هي الحبوب والبثور والحاجات دي ده عرق مع تراب, هنقوم قافل المسام وعامل بثور. ده غير كمان ان انواع الفاونديشن اللي موجوده في السوق مش كلها انواع كويسه طبعا. يعني فبالتالي واحنا عندنا للاسف ثقافه الاختيار مش موجوده عندنا قوي, حتى في الاماكن اللي بتشتري منها يعني ما تلاقيش حد يقول لك لا ده للبشره الكذا وده للبشره الكذا وده الاول فري. دي مشكله. يعني انا انصح طبعا البنات اللي في سن ايمان, طبعا هي ممكن تبقى عايزه يبقى شكلها حلو, بس بلاش فاونديشن في ال ما انا قصدي كده. انت مثلا عندك مثلا حاجه عايزه تداريها داريها وستان بلوك, وانزلي مثلا ممكن تعملي حاجات خفيفه روج كحل. بس الفاونديشن الصبح اصلا يعني حتى لو في الشغل وفي اي مكان بيعمل مشاكل في يعني الشمس مع الفاونديشن والتراب مع الفاونديشن ده اللي بيعملوا مشاكل. هو ما احنا بنتكلم في النقطه دي يعني, زي مثلا انت جايه هنا الشغل, جايه راكبه العربيه وجيتي على هنا خلاص انت مش شفتيش تراب, لكن هم بيبقوا قاعدين في الجامعه في التراب. فعلا بيبقى كلهم كل البنات في السن ده عندهم مشكله البصر. والله عشان الشغل انا غير كده ما بحبش خالص. معنا ميرفت على التليفون. الو. حضرتك يا مدام رباب. ازيك يا مدام ميرفت؟ قولي لي رباب. انت ممكن انت قولي يا رباب بقى, بلاش مدام رباب. بجد انا بحب البرنامج جدا جدا. تسلم. وبحب الفقرات كلها بجد. ربنا يخليك يا رب. تفضلي. انت عايزه دكتوره رانيا طبعا. يا ريت. معلش انا بشرتي جافه حساسه. وفي منطقه حوالين البق بتبقى جافه وملتهبه بدرجه صعبه قوي. فايه اللي ممكن اعمله عشان اتجنب ده؟ وخصوصا على فصل الربيع والخريف. هرد عليك. عينينا يا ميرفت حالا. قوي قوي تعبتكم يا عين. والله ابدا احنا شغالين علشانكم.
اتفضلي. بصي بقى، جفاف البشره ده يعني خصوصا بقى في الفتره اللي فاتت اللي هي بتاعه الشتاء، ما هو دي اكتر حته انت بتغسل بقها بعد اكل، فدي اكتر حته فعلا بتبقى معرضه ان هي تقشر وان هي يبقى فيها جفاف. اولا هتحاولي تتجنبي الميه السخنه حتى لو في الشتاء، لان الميه السخنه مع البشره الجافه في فصل الشتاء بتزود الموضوع ده. وبعدين تحاول تحط كريمات مرطبه الصبح، لو هتحط ميك اب لازم قبله كريم مرطب، وقبل ما تنام لازم تحط كريم مرطب، ويا ريت بقى ماسك يبقى فيه زبادي وزيت زيتون الاثنين مع بعض في ترشيد البشره. انا متحمسه لفكره زيت الزيتون على البشره، يعني حاساكي يعني مؤمنه جدا بفوائده. بصي بحس ان هو حاجه ناتشرال وفوائدها حتى مذكوره في القران وكده، وفعلا نتائجه هايله. يعني احنا حتى كل الماسكات اللي احنا يعني احنا مثلا في العياده قبل ما نبدا شغل اللي هو تسخين الجلد بالراديو والليزر والحاجات دي، بنعمل ماسك. الماسك ده من مكوناته بنجيب فيه بيبقى فيه عشان ننظف البشره طمي مغربي، وبيبقى فيه وبيبقى مكوناته برده محطوط فيه زيت الزيتون، بيبقى دي حاجات من مكوناته. في اكلات معينه تمنعي عنها البنت وتقولها بلاش تاكلي الحاجات دي بتزود مشاكل البشره؟ بص طبعا كل الحاجات الحراقه بتزود مشاكل البشره. تعمل ايه؟ بتخلي البشره ريتيتد، تبقى مش عندها استعداد ملتهبه. مجرد انت تفركي عينك تقوم عامله سواد. حبوب بتخلي دايما الحاجات اللي هي بيها حرقه او حادقه زياده عن اللزوم دي دايما بيبقى دايما فيهم المشكلتين دول. الحاجات اللي ليها نسبه دهون عاليه من الحاجات اللي بتاذي البشره. الجاهزه بتاذي البشره، اي حاجه بصي الفات فيها عاليه بتاذي البشره. طيب تعالي نروح بقى للجوانب الايجابيه. يعني احنا اتكلمنا عن مشاكل البشره بشكل عام، ما بين بقى بثور سوداء، ما بين رينكلز التجاعيد، ما بين طبعا اللي هي بحكم السن، ما بين حب الشباب، حاجات كتير. هتقولي لنا بدايات العلاج، يعني انت مثلا كدكتوره انا هاجي لك عندي نبتدي نعدد المشاكل، نقول اكيد في خطوات، اكيد مش هتقولي على طول على اذا كان ليزر او اذا كان علاجات. نحدد المشكله ونختار بناء عليها. بناء عليها ممكن تبقى حاجات ابسط في الاول، لو ما فيش استجابه بترجعي تعملي الخطوه الاصعب. ايه احدث حاجه بقى كده؟ بصي هي موجات الراديو للبشره تعتبر احدث حاجه، يعني احدث من الليزر كمان. هي فيها ميزه عن الليزر ان انت بتعمليها وتخرجي وبتجيب نتيجه من اول مره، ما بتعملش علامات في الوش وما بتقعديش في البيت. ما بتقعديش في البيت علشان اللي هو بقى انت عامله جلسه مثلا ليزر او كده، وما تتعرضيش للشمس وتستخبي، بتعمليها وتخرجي. فهو وكمان هو في ميزه. يعني نفس النتائج ولا احسن؟ اعلى. انا عندي الاثنين في العياده، بس طبعا النتائج اعلى في الراديو، لان الراديو بنعرف نتحكم في طبقات الجلد العميقه. بنوصل لحد اخر طبقه جوه، وممكن كل مره تزودي، يعني تدخلي الطبقه الاولى وبعدين الطبقه الثانيه، وبتبقي عارفه ايه بيبقى قدامك على الشاشه انت وصلتي ايه. طيب معلش دكتوره هدى معانا على التليفون، قولي بقى لها حبه. هدى الو. الو صباح الخير. صباح الفل. ازيك يا يمين، عامله ايه؟ ازيك يا هدى، اخبارك؟ الحمد لله. علي صوتك بقى، عشان ايه صوتك بعيد كده شويه؟ عشان دكتوره رانيا تسمع السؤال. تمام. انت اول حاجه انت منوره يا رب. ربنا يخليك يا رب، بنورك والله. اليوم لما انت موجوده فيه. تسلمي والله، انا النهارده ضيف على الخميس يعني. يمكن حظي حلو على الدكتوره رانيا واخدت اتصالاتكم. خدي الدكتوره معاكي اهي، يلا اساليها. ايوه دكتور صباح الخير. صباح النور يا جميل. دكتور الهالات السوداء حوالين العين عندي جامده جدا. انا مش عارفه اعملها ايه الصراحه. انا يا حاضر. دي اول ذو حضرتك. بصي بقى الهالات السوداء دي مشكله كبيره. شكرا الاول يا هدى. اسمعي بقى، دي مشكله الستات كلها في مصر. الهالات السوداء بقى مشكله كبيره. اولا لازم تحددي سببها. احنا عايزين نعرف هل هي سببها، في ناس بتبقى على فكره عندها مشكله ان في عندها هالات سوداء نتيجه وراثه خلقه ربنا، وفي ناس نتيجه اسباب. والاسباب كتير. في ناس طول ما هي قاعده تقعد تفرك في عينيها ده بيعمل هالات سوداء. في اجهاد، ان هي مثلا بتسهر كتير وبتطبق صبح وليل وكده، كافيين كتير، ماس كافي، نوم متقطع، كل الحاجات دي ممكن تعمل هالات سوداء. فاذا احنا عندنا مشكله الاول، تشرب الميه تعمل هالات سوداء؟ اللي تشرب الميه ده احنا لازم 8 كوبايات ميه في اليوم للبشره كلها بما فيها الهالات السوداء. تمام.
دي حاجة نحط عليها. احنا هنقول ان كل الحاجات اللي ليها اسباب بسيطة هنتجنبها الانقاعها، يعني المفروض نقولها، بس خلينا ندخل على طول السبب الوراثي، لانه انا افتكر في حالة هدى او كتير قعدوا يجربوا 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 وفي الاخر ما راحتش واتصلت، يبقى هي عندها مشكلة كتيرة من الاساس يعني. بصي بقى الهالات السوداء يعني عندنا كذا طريق بنشتغل فيه. ريديو بنشتغله. الهالات السوداء ما عرفش نشتغلها بالليزر، لان احنا دايما بنخاف من الليزر حوالين العين. فالريديو بيبقى حلو، الكرايو بيبقى حلو، اجهزه بالريديو والكرايو والتقشير. طبعا انا برضو بميل للتقشير الفيزيائي عن الكيميائي. التقشير الفيزيائي ده بيبقى كريستالة بتشيل طبقات الجلد السطحية، لكن الكيميائي بيشيل كل طبقة الجلد، بيحرقها اللي هي اللي برا، وبعدين برضو ممكن يعمل علامات في الجلد او بقع. ما تخوفش ليه، عشان احنا بنتكلم في منطقة يعني حساسة شوية. التقشير الكيميائي ما بقولك بيحرق طبقة الجلد. انتوا بعدتوا عنه دلوقتي وبنستخدم التقشير الفيزيائي. الفيزيائي بقى ده بيبقى بكريستالة بالجهاز. انت بتظبطي الانتنستي بتاعته. بتظبطيها بحيث ان انت بتشيلي طبقه الجلد الخارجيه، الجلد البايظ هو اللي بيطلع. بس هو طبقه السوائل دي بتبقى هي الجلد اللي بره، ولا بتبقى يعني ساعات في ناس يبقى اصلا عندها المنطقه دي رقيقه جدا فهي مبينه كل اللي تحتها، وبالتالي هو ده السواد جاي. احنا بنعمل عشان كده بندخل في كذا موداليتي، وبعدين لو احتاجنا نعمل مره كمان تقشير بنقوم نكمل تاني. طيب انا معايا منى على التليفون. ايوه انا مبسوطه من التفاعل بتاع الحلقه، لازم نجيب لكم تجميل يعني عشان تتكلم. ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا منى، عامله انت ايه؟ الحمد لله كويسه. انا بس كنت ممكن عندك كام سنه؟ استني، عندك كام سنه؟ انا عندي 23. انا قلت مثلا عندك 12 سنه بالكثير، صوتك صغير قوي. طيب اتفضلي الدكتوره رانيا معاكي. انا كنت عايزه حاجه بس تخلي بشرتي تشيل الشوائب منها، يعني تشيل اثار الحبوب وكده. قولي تاني يا منى. عايزه بشرتي تشيل الشوائب، يعني انا عايزه اشيل الشوائب من بشرتي مكان الحبوب. اثار الحبوب بشرة الاطفال كده. حاضر. يا انا بصراحه استخدمت حاجات كتير مرطبه وما بتعملش اي حاجه. طبعا تمام، عينينا حالا هنرد عليك. يلا اسمعي بقى الاجابه من التلفزيون حالا. بصي بقى، اولا اثر الحبوب، عشان نقول لكل البنات والشباب حتى، بصي عايز الحبوب ما تسيبش اثر، اولا ما تحطش ايدك عليها، وثانيا ما تروحش تعالجها كعلاج تعمل عليها جلسات او حاجه، لان انا بيجي لي حد برجعه اقول له طول ما الحبوب دي اكتف ما تشتغلش عليها. اكتف يعني شغاله لسه فيها وما يفضيهاش. في ناس تقعد تمنع، لا ما تجيش جنبها، مش هتسي وتيجي بقى شكلها بيبقى وحش. ما بصي هقول لك على حاجه، في كريمات بتتحط لحبوب الشباب وخلاص، اصلها مرحله وهتعدي. الناس اللي بتعمل حبوب شباب مرحله ولازم هتخلص. بعد ما خلصنا بقى المرحله 28، مش هي اكبر من انه هي يبقى هي هتقول اثرها اثر. هي قالت الاثر بتاعها، فاطمنا خلاص، اطمنتي خلاص ما بقتش بيطلع خالص حبوب شباب، يبقى هنبدا نعمل ايه بقى؟ نشيل الاثر بتاعها. الليزر هايل في ازاله اثر البقع اللي هي بتقول انا عايز افتح بشرتي. الليزر هايل في ازاله البقع، ومع التقشير الفيزيائي ده هايل في ازاله البقع، مع ميدي بنعمل كده برنامج بيشيل السكار واثر نهائي نهائي نهائي. اخر سؤال، مكلفه الحاجات دي ولا في حدود لا ان شاء الله في حدود المستطاع. الناس في ناس اصلا بتبقى عندها مشاكل وخايفه تروح اصلا لدكاتره التجميل، بس انتوا كتر وانتشر وبقى متوفر يعني. بصي ميزه الجلسات دي ان انت بقول لك شكلك بيبقى جميل وطبيعي من غير ما تبقي شكلك مصطنع، وفي نفس الوقت ما هياش بسعر عمليات التجميل والارقام الكبيره دي، فاللي هو انت بتعرفي تعملي بالانس، تستفيدي فايده انه ما فيش جراحه. واحنا شايفين الناس بيبقوا عاملين فين بره، واللي بيبقوا اتعوج واللي مش عارفه ايه، مشاكل غريبه. والله يا احمد مفيش احسن من الطبيعي يعني، احنا بنقول حاجات بسيطه، لكن فكره السن احنا لازم نتقبل برضو ده. بشكرك دكتوره رامي سيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي والتجميل. كان نفسنا طبعا فقره تقول اكتر من كده، لكن فقره ثانيه. بس بجد نورتينا وبالتالي افدنا الساده المشاهدات، وهنتقابل تاني ان شاء الله.
شكرا ليكم على المتابعة. فقرة العبايات بقى زي هنشوف النهاردة عبايات مختلفة. طبعا مصممي الازياء ما شاء الله المصريين بقوا مبدعين في المجال ده. فعلا بقى فيه منافسة كويسة جدا. مروة الشافعي هتكون مع حضراتكم بعد الفاصل.